صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. نبدي فقره رياضيه جديده لهذا اليوم. تدريباتنا راح تكون خاصه بمنطقه الاكتاف، راح ناخذ تمرينين او ثلاث تمارين لهذه المنطقه حتى نطلع بشكل مثالي او شكل جيد لمنطقه الاكتاف. قبل هذا كله نبدي بالتاهيل العضليه والمفصليه. نبدي من الاسفل بالقدم للجانب، 1 2 3 4 5 6، القدم الثاني 1 2 3 4 5 6، راح ناخذ ركبه للداخل دائري 1 2 3 4 5 6 7 8، للخارج 1 2 3 5 6 7 8، جذع للجانب يسار يمين 1 2 3 4 5 6 7 8، اكتاف للخلف 1 2 3 4 5 6، للامام 1 2 3 4 5 6، ذراعين للامام 1 2 3 4 5، للخلف 1 2 3 4 5، رقبة للجانب يسار يمين 2 3 4 5 6. هيئنا جسمنا تهيئة عضلية ومفصلية، راح نبدأ بتدريباتنا. طبعا راح نستعمل ويانا الأوزان اللي موجودة عندنا. هذا الوزن ما تتحكم، يعني تقدر تتحكم به أنت، تقدر تأخذ 3 كيلوات، كيلوين، 5 كيلوات، حسب الشخص اللي دا يتمرن. التمرين الأول راح أوقف وقفتي بصورة مستقيمة، ذراعي الممدودة ويا جسمي، راح أخذ نشر للجانب ويا مستوى الأكتاف، أنزل مرة ثانية للأسفل بصورة مستمرة، راح أخذ 10 تكرارات. سواء نبدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، خذنا هذه 10 تكرارات، شغلنا بها عضلة الكتف الجانبية. العشرة مو كافية، ناخذها 3 أو 4 في 10. راح نشتغل الأكتاف من الأمام نفس الحالة، إيدي ممدودة ويا جسمي للأمام، راح آخذ مرة باليمين للأمام، مرة باليسار للأمام. يلا نبدأ سوا كنا، 1 2 3 4 5، إيدي ويا مستوى كتفي 8 9 10، مثل ما قلنا العشر تكرارات مو كافية، ناخذها 3 في 10 أو 4 في 10 حتى نركز أكثر على منطقة الأكتاف. راح آخذ ضغط للأعلى، الأوزان ويا جسمي، مستوى كتفي أصعد للأعلى صعود كامل، أنزل للأسفل. سواء نبدي 1 2 3 4، مثل ما نشوف النزول ويا مستوى الأكتاف، صعود صعدة كاملة للأعلى 9 10. أخذنا هذه 3 تمارين للأكتاف، اشتغلنا بها على جوانب الأكتاف والأكتاف من الأمام والأكتاف من الخلف. طبعاً أعزائي المشاهدين، هذه 3 تمارين مو كافية، لازم نكون ملتزمين من منهاج غذائي معين حتى نوصل للوزن المثالي بأقصر وقت ممكن. شكراً لكم، هذا عودة لزملائي في الاستوديو، في أمان الله.